تقض البطالة مضاجع الشباب البابلي الذين لا يجدون سوى الأسواق وساحات الاحتجاج والمقاهي مأوى لهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، حتى أنها باتت معضلة تكبر وتنمو متسببة بمشكلات نفسية واجتماعية. أهالي المحافظة طالبوا الحكومة بضرورة توفير فرص العمل وحث الشباب على الاستمرار بدراستهم وتمكين عائلاتهم اقتصاديا. الحكومة كل شيء ما مفرد للشاب أو للطالب، السعوب الشاب هتوفر شيء للطالب، هتوفر له مدرسة، هتوفر له رحلة، هتوفر له تدريس صحيح. يعني كل 50-60 طالب بشعبه، كل 4-5 برحلة، 3-1 جوهم قاعدة أدرش عندنا. أغلب الشباب يعني أعمارهم 16 سنة 17 سنة لا شغل ولا عمل، استاذ يعني حتى بالدوام دوام ماكو استاذ الصراحة. يعني هسه الطلاب عافوا الدراسة والتجاوا للعمل، هسه هذا واحد من عندهم ابن عمي حلاق لا شغل ولا عمل، يعني يتعلم يعني شو يسوي؟ عالم بالسوق يشتغلون لا شغل ولا عمل، ميزانيات ماكو، هسه انا خريج صار لي 6 سنين لا شغل ولا عمل. الشباب انفسهم قالوا ان مدارسهم المهدمة وسوء احوال اسرهم المعيشية كانت وراء تركهم مقاعد الدراسة. ماكو شغل استاذ، وين نروح؟ رحنا المظاهرات طردونا، النوب رجعنا انضربنا ورجعنا، يعني شلون لي وين رحنا؟ لا شغل لا شيء، وين نروح؟ قاعدين بالقهوه اشتغلنا دورنا شغل ماكو، وين نروح يعني؟ من متى نظل هيك احنا؟ لا مدارس عندهم، لا وظيفه عندهم، لا نظافه عندهم، كل شيء ماكو يعني، هاي كاتلنا الجوع، وهاي ظلينا احنا الكبار ندودي منا ومنا، لا لقمه نلقانا، لا خبزه نلقانا، ماكو، هاي ضالين نشتغلنا بس على هالبلديه هاي. لا تعيينات عندنا، لا مدارس، لا كل شيء ماكو يعني، وحتى ايجارات قاعدين وكتلنا الجوع وما عندنا وتزوجنا وعندنا اطفال وماكو، وظالين بس على هالبلديه هاي بالوسخ والجيفه وماكو. وبحسب علماء الاجتماع والنفس فان الشباب العاطل عن العمل سيبقون في اجازه مفتوحه يدفعون ثمنها من اعصابهم ويعانون من سوء العلاقه مع الجميع ويرتكبون الاخطاء في كل وقت، حتى أن وجودهم يعد خطأ فادحا من وجهة نظرهم. فمتى ستنتهي هذه المعضلة؟